اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه للصحه والوقايه واللواء احمد العزازي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية للانتهاء من كل مشروع بما في ذلك مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع أرقى المؤسسات الطبية في العالم في مكافحة السرطان لتصبح مركزا عالميا متطورا لتشخيص وعلاج الاورام، فضلا عن مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينه طبيه متكامله، وكذا جهود تطوير اداره المعامل المركزيه بالاضافه الى انشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالميه، لتعزيز دور معهد القلب القومي باعتباره واحدا من اكبر الصروح الطبيه المتخصصه لخدمه مرضى القلب، كذلك جهود وزاره الصحه في توفير اسرة الرعايات المركزه وزياده عددها على مستوى جميع المحافظات كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل و... الانجاز وعدد الخدمات الصحيه التي تقدمها في اطار مبادرات الصحه العامه حيث بلغ اجمالي الخدمات الصحيه التي تم تقديمها من خلال جميع المبادرات الرئاسيه اكثر من 145 مليون خدمه استفاد منها 90 مليون مواطن وذكر المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومه الصحه في مصر والوصول بخدمات مبادرات الصحه لجميع انحاء الجمهوريه مع زياده معدلات تقديم الخدمه في القرى والنجوم الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يمثل أولوية قصوى للدولة، التي تعمل بأقصى جهد بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة مع تطوير القائم ورفع كفاءته.